صلى الله عليه وسلم بعد تكبيره الدعاء لمن نعم من اموات المسلمين، وان شاء الله ان هي على عشرات من الرجال والنساء، ودعاءهم باخلاص لقول سيدنا النبي: اذا صليتم على الميت فاقصوا له الدعاء، ومعنى طفل صغير الدعاء لامه وابيه ان يغلق الله عليهما يا رب العالمين. بعد الرابعه ندعو الوالدين وموتانا وموتى المسلمين بالرحمه، التكبير في السر والتسليم واحده، والنيه على عشره طفل. الله اكبر. اللايف كنت صار بسرعة. الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. الفنان محمد صلاح آدم، والآن يعني يتم تشييع جثمانه إلى مسواه الأخير بمقابل العائلة، يعني كل يعني الرحمة والمغفرة لوالد الفنان محمد صلاح آدم الذي رحل عن عالمنا منذ الذي رحل أمس عن عالمنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. والد الفنان محمد صلاح زي ما انتم شايفين متماشي الألمس في كل مكان. انتهت منذ قليل صلاة الجنازة، والآن يتم تشييع جثمانه إلى مسواه الأخير بمقابر على عائلة في محافظة اسكندرية. وزي ما انتم شايفين احنا دلوقتي موجودين من مسجد العمري بمحافظة الاسكندرية طبعا متابعة صلاة الجنازة. والآن زي ما انتم شايفين مشاهدي متابعي مصر في كل مكان، انتهت صلاة الجنازة والآن يتم تشييع الجثمان إلى مسواه الأخير بمقابر على عائلة بمحافظة الأسكندرية طبعا بعد الانتهاء من صلاة الجنازة. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني مأساة الحقيقة، أصعب اللحظات بتمر على الفنان محمد صلاح آدم. طبعا الفنان طبعا يعني الحقيقة بيشهد الفنان حالة صعبة طبعا، حتى منذ الأيام الماضية كان صدم الفنان بحادث مأساوي، ولكن الحمد لله طلع منه على خير، والآن في اليوم يعني مأساة الحقيقة ووفاة والده مساء أمس الأربعاء، والآن يتم الانتهاء من صلاة الجنازة ويتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمحافظة الإسكندرية. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا
انا لله وانا اليه راجعون. الان يعني وفاه والد الفنان محمد صلاح ادم، ويتم الان تشييع الجثمان والانتهاء من صلاه الجنازه مش في مشهد مصر في كل مكان من المسجد العمري بمحافظه الاسكندريه، ويقام ليلا في مقابر في المناره العزاء، ويستقبل الفنان محمد صلاح واجب التقديم للعزاء. خلينا بنتابع مع حضراتكم جنازة والد الفنان محمد صلاح. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني المئات يشيعون الآن جنازة والد الفنان محمد صلاح آدم. طبعا لازم رحلة عنها. هو انتوا بتصوروا الجنازة ليه؟ معرفش. مش عارف؟ أنا قلت يمكن أنا حاجة مش فاهمها بفهمها منك بقى. إيه على إيه على إيه؟ كانوا شايفين مشاهدين في كل مكان الان يعني صلاه الجنازه على والد الفنان محمد صلاح لتشييع مسقط راسه والمسواه الاخير في مقابر العائله بمحافظه الاسكندريه. زي ما انتوا شايفين كده يعني المأساة. إنا لله وإنا إليه راجعون. زي ما انتوا شايفين كده يعني مش هادي في مصر في كل مكان. مشاهدي ومتابعي اهل مصر في كل مكان بنتابع مع حضراتكم يعني تشييع جثمان والد الفنان محمد صلاح ادم الذي رحل عن عالمنا مساء امس الاربعاء، يعني يتم تشييع بعد الانتهاء من صلاه الجنازه يتم تشييعه الى مسواه الاخير لمسقط راسه لملكات رب، يعني ربنا يتغمده بواسع رحمته يا رب العالمين. طبعا الحزن يسيطر على المئات زي ما شايفين المئات الان يشيعون الجنازه. شكرا لمتابعتكم، كان معكم عبد الرحمن ناصر مرسلكم من محافظة الاسكندرية، انتظرونا في تشييع الجثمان. شكرا لمتابعتكم.